وزير البترول يعلن ارتفاع انتاج حقل ظهر الى 2,700,000,000 قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. عبد الفتاح البرهان واعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين الدستوريه. روسيا والصين تدعوان مجلس الامن لبحث خطط واشنطن الصاروخيه. الثانية ظهرا، 12 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2,700,000,000 قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر. أضاف الملا أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية للحقل جاء بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخطة الخاصة بالخط البحري الثاني بقطر يقدر ب30 بوصة وبطول يقدر ب215 كيلومترا، ويتم إدخال الخدمة في منتصف أغسطس، مشيرا إلى وصول عدد الآبار المنتجة حاليا إلى 12 بئرا. عقد مجلس السيادة في السودان أول اجتماع له برئاسة عبد الفتاح البرهان بعد أداء أعضائه لليمين الدستورية، ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليمين اليوم أمام رئيس القضاء ورئيس المجلس السيادي. أعربت الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القاطع لكافة المزاعم والادعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن، وخلال بيان أدلي من خلال سعود الشامسي نائب المندوبة الدائمة في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جدد موقف بلاده الثابت كشريك في التحالف والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن جنوب اليمن. دعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط واشنطن لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. يأتي هذا التحرك بعد أن أعلن وكيل وزارة الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة إمكانية تطوير أنواع متعددة من الصواريخ التي كانت محظورة بموجب المعاهدة الروسية الأمريكية للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. تبدأ مشاورات تشكيل حكومة إيطالية جديدة، حيث تتوجه القوى السياسية إلى القصر الرئاسي لتقديم اقتراحاتها للرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد انهيار تحالف الحكومة بين الرابطة وحركة 5 نجوم. وفق النظام البرلماني الإيطالي، يمتلك الرئيس ماتاريلا الآليات التي تمكنه من أن يتم حل الأزمات الحكومية الطارئة. موجز الأنباء انتهى، وللمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.